هاي جايز، كيفكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله رجعت لكم فيديو جديد. وبهالفيديو قبل ما بلش الفيديو، بعرف جايز الي كتير كتير زمان ما نزلت فيديوز، بس كتير كتير كنت مشغولة، يعني اجا العيد، انا لازم كنت بالعيد حتى نزل فيديو، بس انا كتير اسفة. اوكي جايز، انا كتير شفت عالم عملوا هذا النوع من الفيديوهات، واللي هو انه يضلوا بلون محدد ليوم كامل. اوكي جايز، بس انا ما راح اضل ليوم كامل. هلا هي شوي، لو انا بدي لون برتقالي اخترت. هلا انا من شوي كنت في السوبر ماركت، حاولت اجيب اشياء برتقاليه، مع انه كثير كثير في اشياء قليله، يعني ما لقيت كثير. وعندي هالكنزه هي فيها شوي برتقالي، اوكي قلت بلبسها لانه ما عندي لاني اصلا ما كثير انا بحب لون البرتقالي، ولون البرتقالي صعب، ما شفت حدا انا سوا. اوكي جايز، انا جبت شويه اشياء. خلينا نبلش. في عالم عملوا اسود، في عالم بس انه انا اجى على بالي اعمل هذا اللون صعب، بقى ما جبت كثير اشياء، ما جبت كثير اشياء لانه قليل، يعني ما لقيت اي شيء، حتى نوع من العصيرات ما لقيت. كان فيني اجيب سانتو بس انا ما جبت، الله على الغباء. اوكي جايز، قبل ما نبدا الفيديو حابه لكم تشتركوا بالقناه، حطوا لايك وكبسوا الجرس اللي هو الاشعارات مشان يوصلكم كل جديد بنزله، وان شاء الله حارجع انزل من جديد. اوكي جايز، اول شيء في مثلا عنا هاي بيتزا، ما يعني ما جبت انا كثير اشياء غريبه ولا اشياء، يعني انا كثير كنت حابه لاي اكثر، كنت بدي اغير اللون بس خلاص، يعني بعد ما جبت كم غرض. اوكي، في هاي اللي هي جيلي بيتزا، على فكرة اللي هي لون برتقالي، فيها شوية تصوير بس اوكي، يعني هي برتقالي. حاولت انا كتير اجيب، يعني هلا في اشياء جبتها في معها الوان تانية، بس انه اوكي جبت انا الفيور برتقالي كتير اول شوي. هلا هي بدي اقضي ساعة قاعدة عم بفتح هاي كتير شي بكل هلا. لا والله لا فتحتها واخيرا فورا. اوكي بيتزا وان. هلا انا هاي البيتزا كمان ما كثير بحبها، ما بجيب منها كثير، بقى انه هلا بدي اكلها. خلينا نجيب قمي. انا ما كثير بحبها او ابدا. هيا جايز، عجبكم هالفيديو اسوي لكم فيديو يوم كامل، مو يوم كامل، بحاول لون اسوي لون اسهل وجيب اكثر اغراض يعني. اوكي كثير انا عجبني هالنوع من الفيديوهات، حتى انا احترت شو بدي اجيب، ضليت ساعة بالسوبر ماركت. اوكي جايز، هاي فروتس، فيها كل انواع، فيها اخضر وبرتقالي واصفر وموز، كل الالوان، بس انا بس رح اكل البرتقالي منه. اوكي مضطرة، مع اني انا ابدا ما بحب طعم البرتقالي، بحب البنفسجي. اوكي فواكه، هي انا كثير بحبها هي، بس ما بحب الاصفر، لا الاصفر ولا لا الاصفر والاخضر والبرتقالي كلهم. هلا واو طلعت بوجهي فورا البرتقالي. المشكلة فيها انا حامضة، يلا المشكلة انا اللي فيني انه كل شي جايبته، البيتزا انا ما هي كتير بحبها، سكيتلز انا كتير بحبها، بس البرتقالي لا للاسف يعني. بدي اكل هي. بدي اخذ رحلة ثانية معقولة، بس حبة ما عجبتني. اوكي جايز، باقي كم شغلة. جايز اكيد حتستغربوا من كثير هذا الشيء جبته، لانه والله كثير حاولت اجيب، بس انه جبت اللي بقدر عليه. اوكي
كنزل هلا ما راح اكله، راح اكله. هي بجوز انا شفتها من برا برتقالي بس من جوا هيك. اوكي راح اكل. انا حابه نجيب حتى شيء من جوا برتقالي، يعني نفس هدول. يعني كل شيء انا جبته تقريبا هو من جوا، ايه كل شيء جبته برتقالي الا هي من جوا مو برتقالي. يعني هذا اكلته لون برتقالي، وهي البيتزا يعني هي برتقالي مع شويه اصفر خفيف بس هي. بس اوكي انا كثير دورت، بدي اسوي لون اسهل. انتوا اكتبوا لي تحت بالكومنت اي لون بدكم وانا رح اسوي، بس سهلوا لي اللون. اوكي فيها برتقال بس من جوا صدق للاسف بني. لازم اسوي انا كنت فيديو لون بني ليون كان، بس كثير بحب الكندل. انا بحب هاي الكندر اكثر من الكندر جوي. اوكي كندر. هلا الشيء الرابع اللي رح اكله، الخامس ما بعرف، هو معي هاي التوفي. اكيد كلكم بتعرفوها، انا هيك ما احبها بس اوكي. انا ما بحبها كثير بس اوقات باكلها اذا كنت مشتهيه. اوكي هلا هاي برتقالي ما بعرف، انا هيك كنت حاسه برتقالي. اوكي يعني او لا، يعني هاي تحسوها برتقالي على لون بس انه برتقالي لا احمر هون شوي، يعني خفيف بس رح اكل شوي منه لاني انا كثير بحب اسمها بس ما بحب طعمها ولا شكلها. المشكلة فيها هي علكة. اوكي الشيء اللي بعده واللي هو بتضل هلا عم بعملها شيب. الشيبس هو هون برتقالي كمان جوا برتقالي على البهارات حاطينها تقريبا. اوكي هاخذ وحدة يعني من هباي البهارات. اوكي نعم بحبه كتير. اوكي جايز ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو. انا ما عملته مثل باقي اليوتيوبر انا ضليت من الصبح لليلة. اوكي اوكي انا صعبت اللون للاسف ما فتي. هو جبت انا اشياء بس كان صعب، دورت يمكن فتلت السوبر ماركت 20 مرة بس كتير عجبني، انا كتير بحبه. اوكي جايز هلا رح ننهي الفيديو، ان شاء الله يكون عجبكم. اذا عجبكم هذا الفيديو لا تنسوا تسووا لايك وشير سبسكرايب وتضغطوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد بنزله على القناة. باي باي جايز.